السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المتابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتم في تمام الصحة والعافية. إخواني أخواتي، اليوم كيف ما كنعرفوا كانت الجلسة الثانية ديال الطلاق ديال طيطيمة وتورتور، وهذه الجلسة هذه اللي حضرات ليها طيطيمة إخواني أخواتي في مدينة مراكش، عكس على أنه تورتور ما حضرش للجلسة بحكم أنه ما كيتواجدش بالمغرب إخواني أخواتي بسبب المغادرة ديالو إلى دولة البحرين. وطيطيمة وقمقم البلغة والتراه تورتور سمح لك في الجمل وما جمل، ومشى البلاد وجلس عليك بالمسابقات، وما كاين غير الفرشه ايديسيون، خلاك طلقي راسك بيديك. وراك يا حبيبتي قاده بقدودك بحكم انك معك عصابه وفي كتافك ميسي المغربي الامبراطوريه الاجراميه، وعصابة حمزة موبيبي اللي كتخطط معاك الكبيرة والصغيرة باش تغرقي تورتور في الحباسات. هالصقع فلت بجلده ومشى عند ميمتو يتمتع في خيورات باه، وخلاك ديري ما بغيتي. وتورتور اللي تساليه غا مسابقة تنسيك في مسابقة ويدوز لك في الأخضر واليابس. تورتور أخوتي طايح على المدبس ديال طيطيمة قمقم البلغة، عارف علاش مطوية داكشي، علاش جمع سويكو ومشى في حالته البحرين وبقى عليها بالمسابقات هادي تنفع هادي تضر، وكيفضح فيها فضيحة من ورا فضيحة لأنه عارف طيطيمة ديالتو علاش مطوية إخواني أخواتي، وعارف شكون اللي مشجعها على الطلاق وشكون اللي داعمها باش أنها تسوس عليها تورتور. عارف إخواني أخواتي داكشي علاش في كل مسابقة كيجبد الإمبراطورية الإجرامية وكيوجه التحية لميسي. ميسي إخواني أخواتي، وحتى ملي كيبغي يقول إيميسيو كيورك عليها كيقول إيميسيو إخواني أخواتي. تورتور راه ما ساهلش، راه ما ساهلش إخواني أخواتي، وكنقولها لكم وكنعاودها لكم، ما تاخدوش الكلام اللي تيقول غير عادي، راه الكلام أي كلمة كيخرجها مع فمو إلا وكتكون عندها معنى إخواني أخواتي. راه ما كاين اللي مزيغ طيطيمة قد هاد الإمبراطورية الإجرامية، راه ما كاين اللي مزيغها ومخليها طايقة فراسها من قد هاد ميسي المغربي إخواني أخواتي. وعلى لسان تورتور ديك الرانج روفر اللي كتقيل تصور عليكم بها طيطيمة راه الإمبراطورية الإجرامية، ميسي المغربي اللي عطيها لها، هدية من ميسي المغربي إخواني أخواتي. وميسي المغربي هو اللي كيفورني، هو اللي تيعطي العاقة وتيعطي الفلوس، وأي حاجة كتحتاجها المغنية من ناحية العاقة من ناحية الفلوس كيعطيها ليها هاد الإمبراطورية الإجرامية الهارب من العدالة إخواني أخواتي. هاد الإمبراطورية الإجرامية إخواني أخواتي هو اللي طلب من طيطيمة قمقم البلغة أنها تسوس عليها تورتور، أنها صافي طلق من تورتور إخواني أخواتي. إيوا بطبيعة الحال كيفورني عليها وتعطيها العاقة، علاش كل اللي كان خلص ليها المحامي المرحوم إخواني أخواتي 250 مليون؟ شكون اللي خلص لي هذا المبلغ كامل؟ منين غتجي المغنية في ديك الوقت اللي كانت عاطلة عن العمل وتا شي واحد ما كان كيعيط ليها، تا شي واحد ما كان كيسوق ليها لا مهرجانات لا حفلات لا عراسات لا قصاير، لا يديك ولا يخليك. الإمبراطورية الإجرامية إخواني أخواتي في الدمة، الإمبراطورية الإجرامية إخواني أخواتي اللي كانت كتفورني أي حاجة كانت كتحتاجها المغنية كيفورني بها الإمبراطورية الإجرامية إخواني أخواتي. تاجر المخدرات وهذا الشيء اللي كان على علم به تورتور إخواني أخواتي. هادشي باش كنقول لكم أنه العلبة السوداء ديال طيطيمة قمقم البلغة راه هو تورتور، داكشي علاش نفد بجلدو جمع سويكم شافي حالته لدارهم، لأن عارف هاد العصابة اللي دايرة يديها مع يدين طيطيمة قمقم البلغة ممكن أنهم يديروا له أي حاجة، وهو براسو راه تصدم ما كانش ناوي على أنه طيطيمة اللي مشارك معاها الدم والولاد انها
طلع وتقول في اللايف راه كان كيسد عليا في الحمام وكان كيضربني وكيجيب حتى البوينت تلقار روح حتى العينيه وكيبغي يعورني. لهالدرجه انه تصدم الراجل وطلع في لايف، هي طالعه في لايف وهو طالع في لايف باش انه كيبرأ راسه من التهم اللي كتهمهم به. طيطي ما اخواني اخواتي، وحنا كنا عارفين، حنا كنا عارفين اخواني اخواتي على انه هذاك الشيء كامل اللي كتقولوا طيطي ما راه غير كذب في كذب، وهي كتقول هذا الشيء كامل باش دير سبب على انها طلبات الطلاق، ولكن هذا الشيء كامل ما منو حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما كاينه من هذا الشيء كامل اخواني اخواتي اللي كتقولوا طيطي ما هي فقط تطلب منها وخاصها تنفذ الاوامر، انها خاصها تسوس عليها التورتور، خاصها تسوسو عليها وخاصها تصيفطو للحبس، ولكن التورتور طلع ذكي اخواني اخواتي، خدم طانطو ديال مخو، اهرب بجلدو لبلادو ولعند ميمتو ولعند باه ووسط العائله ديالو اللي حلات عليها فمها قمقم البلغه كتحضر في الحين اخواني اخواتي من طرف الامبراطوريه الاجراميه. داكشي علاش ما خسراتش للامبراطوريه الاجراميه الطلب ديالها انها تسوس تورتور وتدخلو للحبس، لان العاقه اخواني اخواتي الفلوس، شكون اللي كيفورني؟ واش تورتور اللي كيفورني عليها؟ طبيعه الحال الامبراطوريه الاجراميه اللي كتفورني عليها، وغير ساسه تورتور. لاحظتوا على ان غير ساسه تورتور ولاو الناس كيعيطوا عليها كتغني، ولاو كيعيطوا عليها مهرجانات، ولات كتمشي كتغني في الاعراس ديال طنجه. ويلا لاحظتوا المهرجانات اللي بدات بهم طيطي ما قمقم البلغه وجه المصلوح وجه الصباط لوكي لوك، بدات في المهرجانات ديال مدينه طنجه، غنات في المهرجان ديال مديناه طنجه، عاد ديك الساعه ولات كتغني في مهرجانات في وسط المغرب اخواني اخواتي. اذا الامور كلها واضحه، من بعد ان طيطي ماما ولات كتبان في الساحه وكتغني في مهرجانات، انتقلت للاعراس ديال مدينه طنجه ولات كتغني وكتحيي الاعراس ديال تجار المخدرات والتجار الغبره والدقيق اخواني اخواتي. من تم انتقلت الى الكباريات وبنفس المدينه مدينه طنجه، عخلتها على مدينه مراكش، مشات دابا انتقلت ان باش تخليها على مدينه طنجه اخواني اخواتي. ولكن كان اكتشفوا على ان المغنيه دارت يديها في يد الامبراطوريه الاجراميه اللي حير دوله على قدها، دوله اسبانيا دخل وخرج جوج ديال المرات اللي دوله اسبانيا حمق السلطات الاسبانيه اخواني اخواتي وما شدوش. واش عند بالكم ها الطيطي ما لا دارت هكا ولا هكا مع ميسي المغربي؟ واش غتخرج بجلدها؟ غتفلت بجلدها؟ الحفره اللي حفرتها طيطي ما غرقت فيها اخواني اخواتي، جابتها في العين العوره، دارت يديها في يدين الناس اللي ما غاديش تقد عليهم لا بالافكار الحمزاويه ديالها ولا بداك الصوت اللي ولا عندها بدعدع اخواني اخواتي، ولا وزهو عليه السكيريه، حبك رشاني واللبس ديال التبهديل، اللباسي ديال البال، ما جاو عليك لا بزاف ولا شويه، هتعلقي فين تفلقي، باغية تولي هيفاء، هيفاء ديال حد كرت، ونوضي تجمعي نوضي هاد ديغولاس إخواني أخواتي. خليوني نمشي في حالتي الدوزو بخير. إلى هنا أنهي حلقة اليوم، عطيونا اللايكات والبارتاج وكتلنا التعاليق، نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله، دوزو بخير والسلام عليكم.